ايه ابراهيم التحف بقى اللي عندك النهارده؟ ايه ده جاغوار ده؟ ده ايه القماش؟ ده جاغوار سيبيا هناك اوت ار 3 متر ستار ار 3 متر. طب والجاغوار ده بكام؟ الذاكره بتاعت المفارش ار 3 متر عرض 3 متر بكام بقى عشان المفارش دي؟ المتر؟ اه 400 في المحل 400 في هي دي تقيله قوي 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 بقى يا باشا 3 متر كامل العرض. هو ده ايه؟ ده المفارش جاكار 7 جنيه المفارش جاكار تبع مين دي؟ السرايح؟ اه كم متر بيقول؟ ب 100 مفيش الوان ثانيه؟ الخامه بتاعتها حلوه قوي. هو مفيش الا اللون السكري ده يا ابراهيم؟ السكري ده؟ فين البامبا والكشمير؟ لما توريني فين البامبا والكشمير؟ ماشي هحضر لك الخيط. هو عرضه قد ايه؟ 3 متر بس شكله جميل قوي وتقيل قوي تقيل قوي قوي. ورينا كده الالوان الثانيه وناخد لها منه. جميل ده مش هيبقى حنين على اللون ده ولا يخاف؟ لا قرر لا حلو انا هطرح ماشي هطرح. انا لقيت ان الحته دي صغيره فبقول له ناحيه صغيره قال لي لا هو عرضه الطبي كل الكوبري ده عرضه 3 متر يعني تمام. كام؟ دي حته فاضله هو عنده تواب منها يا لهوي على جماله اصلا وب 100 جنيه. بس يا جماعه احنا عند ابراهيم. ابراهيم انتوا عارفين بقى صورت معاه كتير قوي. احنا في سور خميس المطريه. تركبي ازاي؟ تركبي المترو تنزلي حلميه الزيتون تاخدي توك توك ينزلك لغايه باب العيادات الخارجيه هتلاقي المكان اللي فيه الساحه اللي انا بصور فيها على طول تحفه. ده بقى ابراهيم عنده التحف اللي انتوا شايفينها دي. شايفين دي كده البامبا اللي هو بيقول عليها ده جاكار منه فيه ودي بورده اهي. اسهلي كده ده كده مفرش منه فيه من غير ما تحطي اي حاجه دي. من غير ما تحطي فيه اي جبير وفي هو قطع ايه هي تلاشاها بقى مش مشكله. بس هو صراحه ما تتسابش ما تتسابش خالص. واخر حته ولونها سمون مش بامبا ده تليجر. بس تليجر تقيل التليجر تقيل التليجر الاصلي بكام بقى؟ 70 جنيه عرض 3 متر حلو قوي قوي. ايه ده؟ لا وبيكمل بيكمل يعني اطوال اهو. بس الخامه بتاعته جميله قوي تقيله ومحترمه قوي. ثلاث الوان في البيت هو تحط دي في شنطه. دي ستاير دي ستاير ستاير ماشي مفرش ماشي منفخ طواطين حلو قوي. عرض 3 متر ما شاء الله عرضه كبير قوي. ده الساره بقى ماشي. لا حلو قوي دي برده. عن ستاير النهارده كتيره والقماش ما شاء الله هوريكم كل القماش. بس بقى النهارده اخر خميس قبل العيد ان شاء الله. بعد العيد ان شاء الله حيانا ربنا تلاقوا الحاجات دي موجوده برده. هو الجاغوار بكام؟ الجاغوار بكام؟ الجاغوار بكام يا ابراهيم؟ 35 سبع الوان. سبع الوان و 35؟ عندك اللون البترولي ده وعنده البني وعنده البتنجاني وعنده بني محروق وفي كشمير. ده كده الجاغوار. هو عرضه مش اهو هو عرضه بالنسبه للخمس اهو. ده متر و 50 عرضه. كان مستورد 35 35 جنيه ده ظهره. ممكن برضو تشدوا بيه انتري او ركنه يتشد بيه برضو ان شاء الله واخده منه الزبونه. هيا ابراهيم لسه بنات. ده الجاغوار ده قطع الزبونه منه وخلاص طبقها. بلاك اوت اه في ناس كانت بتسال عن بلاك اوت اه برضه 70 جنيه 70 جنيه وعرضه 3 متر بلاك اوت الاصلي التقيل ده بلاك اوت اهي. الناس اللي كانت بتطلب اللون الفاتح المتر ب 70 جنيه اهو. بص انا عايزه اقرب بس كده. ده الجاغوار اللون الكشمير ده الظهر بتاعه حلو قوي. ده ايه ده؟ ده سوفت ده ولا ايه؟ ده سوفت ده يا ابراهيم؟ اه ده سوفت عرض 3 متر. عرض 3 متر اه بس هي الغلطه بتاعته اللي هنا دي ما تتفرد هي اه ممكن يبقى شكل مش غلطه على فكره لانه مدي لون هنا غامق
وهنا فاتح شوية، فلما تتفرد الستارة ده هيبقى في النص، فممكن ده ما يبقاش غلطة، يبقى شكل. تمام. السوفت بكام يا ابراهيم؟ الثلاثة متر 60 جنيه. وستين جنيه؟ لا بجد الجاكار حلو قوي، حاجة تحفة. في ناس كتير قوي واخداه النهاردة، تعملوا بيضات، تعملوا بيضات مش تعملوا بفارش. شايفين متر بمية جنيه واخدون يعملوا بيضات لانتريه. الستانة دي، الستانة دي ايه يا ابراهيم؟ الستانة دي ايه؟ ده حرير ستان مستورد. اه. 3 متر كامل بيتقال عليه 23. حلو قوي ده، مفارش بقى. يا لهوي ده تحفة، بيعمل كده، ده مفارش حلوة قوي. بصوا الجمال ده، خمسة حلوة قوي. في نفس الخامة دي لون نبيتي؟ ما هو ده مش نفس الخامة دي. نبيتي؟ وراهاني كده عشان انا محتاجة نبيتي. حلوة دي. حلو. الستان الشعبي بكام بقى ده؟ 70 عرض 3 متر. عرض 3 متر و70 جنيه. حلو قوي. عرض 3 متر و70 جنيه. طب انا عايزة متر ونص. حلوة النبيتي دي، هعمل بيها طقم جاكار يا رب يعني، بس واصوره لك. لا على جنب عشان ما تضيعش. ايوه كده، احنا كده خلصنا. ايه الجاكور اهو، اللون النحاسي منه. الخامة دي حلوة قوي، لو تاخدوها مفارش يا جماعة والله العظيم جميلة. الستانة دي، الستانة دي استنوا اشوف ظهرها كده. لا مش دي الستانة اللي على قطن، قلت يمكن متلخفين وحاطين القماشة بتاعة الستانة على قطن اللي هي بتاعة الملابس بتاعة الميلايات. ما انا لسه بقول الخامة بتاعتها حلوة قوي بصراحة. انا خدت منها النبيتي اهي، لان اللون النبيتي ما تحسش هو نبيتي يعني، بس ده نبيتي. ده مش عارفة ليه مدي كده على بتنجاني شوية، بس نبيتي. ده الجاغوار ب35. انا عايزة اروح عشان اشوف الالوان التانية. بصوا منه البني اهو، ده البني بتاع الجاغوار. بصوا اللون البتنجاني ده، اللون البتنجاني بتاعه حلو قوي ب35. بصوا الاشكال دي، لو انا بصورها عشان خاطر لو حد جه بعد العيد يلاقي الاشكال دي برده. ده كده الجاكار ما شاء الله. بصوا والخامه دي حلوه قوي، ب50 جنيه اتقل من الجاكور اللي انا لسه بقول عليها. دي لونها رمادي غامق، كان في منها نحاسي بس خلصت. دي ب50 جنيه وعرض متر ونص برده. ودي بتاع الستاير برضو، ما انا جايه متاخره. عارفين الساعه كام دلوقتي؟ وبيقول لي جايه متاخره الساعه 11 ولا تقريبا 10 كمان، عشان بتقول لي جايه متاخره. كام اكتر؟ الساعه 11 بيقول لي جايه متاخره، ما انا كنت بصور جوه. طيب ده ايه عرضه؟ 3 متر برضو ب70. حلو قوي الرمادي اهو، في منه رمادي وفي منه اوف وايت، عشان في ناس كانت بتسال عليه. الله بصوا الخامه دي، انا واخده منها النبيتي، بصوا في منها الرمادي. يا لهوي على الستانة، يا لهوي على الستانة وجمالها. ما انا بتكلم اهو. هو انت قلت لي بكام الستانة دي؟ ب70. واللي انا واخداها برضو قلت لي ب70 صح. لا وعنده ستاير النهارده، خدوا بالكم عنده ستاير، وستاير تركي اهي. ستاير تركي بكام يا ابراهيم؟ دي يا ابراهيم بكام التركي دي؟ الحاجات دي اصلا انا عاوز يا ابراهيم. اتكلم عشان يا لهوي ده جميل قوي. الكشمير بكام؟ 35. 35؟ حلوه قوي ما تتنسيش. لا بجد الشغل بتاع النهارده حلو قوي، وينفع تيجوا ان شاء الله بعد العيد هتلاقوا شغل تاني جديد مع الشغل ده.